سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل، واعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، اعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. قيل للربيع بن خيثم: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. قيل له: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول. عوتب أحدهم لشدة اجتهاده فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولن أكون فيها، إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولن أكون فيها، ولا أحب أن أغبن أيامي، فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية، فكن رجلا رجله في الثرى وقامة همته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا، إن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال الفضيل: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تقتر بكثرة الهالكين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لإتمام الشهر صياما وقياما يا رب العالمين، اجعلنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من نار يا أرحم الراحمين. اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، ووفقهم للعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شيبنا ونسائنا وأطفالنا يا أرحم الراحمين.